وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض ثان بمبلغ 35 مليون دينار مع هيئة الربط الخليجي، وذلك للإسهام في تمويل مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق. إلى التفاصيل. اتفاقية قرض ثاني مقداره 35 مليون دينار كويتي وقعت بين هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليج العربية للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق. توقيع اتفاقية تمويل تطوير هذه المنظومة وهو يعني يعتبر دلالة أخرى وإشارة أخرى على استمرار العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة. منافع فنية واقتصادية كبيرة يتمتع فيها هذا المشروع، حيث يزيد من قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء، وستكون دولة الكويت أكبر المستفيدين منها. اليوم وقعنا اتفاقية اللي هي اتفاقية الشريحة الثانية من اتفاقية الربط الكهربائي اللي تشمل اللي هو الربط مع الكويت، وكذلك راح كذلك يشمل المشروع الربط مع جنوب العراق. المشروع هذا احنا وقعنا اتفاقيته بالعام السابق في مارس، قدمنا قرض قيمته 35 مليون دينار كويتي، واليوم احنا وقعنا نفس القيمة 35 مليون دينار كويتي الشريحة الثانية، مجموع مساهمتنا تعادل 70 مليون دينار كويتي. اليوم وصلنا ما يقارب 80% من الأعمال، فإن شاء الله نأمل في ديسمبر راح يكون طبعا المشروع شغال، وهذا راح يخدم اللي هو التعزيز الشبكة لدولة الكويت اللي يربط الكويت مع دول الخليج. بدأنا في دراسات لمشاريع التوسعة، والحمد لله أسفرت عن ثلاث مشاريع رئيسية يتم تنفيذها الآن. المشروع الأول اللي بدأنا فيه هو مشروع توسعة الربط مع دولة الكويت. المشروع تطلب بناء محطة جديدة، هي محطة الوفرة، تعتبر هي أكبر محطة عندنا في الربط الكهربائي، وأيضا مد خطوط إضافية من محطة الفاضل بالسعودية تابعة للهيئة إلى محطة الوفرة، وبذلك يكون هناك عدد 4 خطوط هوائية بدلا من خطين هوائيين في الوقت الحالي إلى محطة الوفرة. هاي طبعا يرفع إمكانية نقل الكهرباء إلى دولة الكويت بأكثر من 3000 ميجاوات، ويوفر الدعم أثناء الطوارئ، وأيضا الإمكانية تبادل وتجارة الطاقة مع دول مجلس التعاون للحصول على طاقة يعني بأسعار مناسبة إن شاء الله. تعزيز ربط الشبكات الكهربائية الوطنية للدول الخليجية وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة الطاقة الكهربائية وتلبية جزء من الطلب عليها عن طريق تبادل وتجارة الطاقة وتحسين أداء استقرار الشبكة في دول الخليج وجنوب العراق. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.